السلام عليكم. حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من الولايات الشمالية، وستصل كمية الأمطار حسب النشرية إلى 30 مليمتر محليا بداية من الساعة 3 وإلى غاية الساعة 9 ليلا. أما الولايات المعنية فهي كل من شلف، البليدة، البويرة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، تيبازا، المدية، وكذا ولاية عين الدفلة. والله أعلى وأعلم، فيرجى توخي الحيطة والحذر.